الأسوأ إلى الأفضل ما كان لنا. كعلمين التغيير من الأسوأ إلى الأفضل، من الأفضل إلى الأسوأ كعلمين. قفك إنه حالات حن كب حالات بنكسن أجر أفر وضع الله مرة كون وضع دوار يسوي حتى قفك كون وإنه هرت ويش يلو وإنه لي هدف وإنه لي مقصد يوجد وإن الله مال نوعا ما هكسي وقفك وإنه لي مال وهن قل تاج وإنه جرتو، لكن هديس قفك أنه هدف أنه لهن واسكس على ولا نول يه نول أي كتاعه قفك سك الحمى بدلي كرو. وكان الله سبحانه وتعالى وتلمامي في غير ما آية عليها أضاف كان كسر دفن وحي لم ذا وأنا فكوتن إله التلمام وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أرتوح كلام الله ما أبور إلا عبادا بيان. وتاني من مسعود مركو فسير يوديه جري إلا ليوحدون توحيد بلا نابور هدف وإنه جرو وحن هدف إن مركا هدف لأن ما شقينا الدنيا ما شقينا يسوع هدف كابو هدي وياي هذا كدونين نينك ماركس الها وكره إلهي مركو ربينو الدنيا إنو عيارة بالدنيا السمية وعوابو رينو كو عيارة إلهي سبحانه وتعالى مسلم فمن هدف كيسة. أما هذا الكاغو هدو لم يديها أما فكر كاغا نينكي إيليا إلها جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ما شان كأي من موغي لكن أنا وصعلان أركي ولقد أبصرت أمامي طريقا فمشيت وعن أركي والدصا لقتا نسكسار وسأبقى سائرا إن شئت أم أبيت سابعنا كسوك نانا يا امان او قلادا ميان او قلادا نين ورير سنبو اعمال وكبل لابعنا لهين هدي هدف كين اسيدا وياي انا اغين انا لانا ربا واحدا اي جهة واحدة عبادة اللو لقص دهدين ان اغين قفكو وحو كسوك نانا يا في بلاله وتيه باديدي ساي وراركا مركا كجريا مركا وانا انزامنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وانا وحي رايدا وآيات دان the most explicit كجرت آيات قرآن وإلهي أشيغو وآيات دان موجينيسا قفكو إنا إلهي سبحانه وتعالى مركا كوحرناد وإن هدف كانوا النقطة هدف عمر بن عبد العزيز الله وعن إله سبحانه وتعالى إسيئ بير النف آدي آد وهيكسي بضان أهن قلتاك بضان بير ولجد حكا خيرك وعن كوفك ربي ما لما ما حكم إذا إنا نقول سيدة فاطمة بنت الخليفة إله وفجي بير هذا نوع عن كوفك ربي إنا نوالك النقطة المدينة هذا نوع كان نقطة بير هذا نوع عن كوفك ربي إنا الخليفة النقطة خليفة نوع النقطة بير هذا نوحن كفكر ما أنت نوحن كفكر يا بيري إن جنة إلهي قال وأنا قلي دورا بيربيد الله سبحانه وتعالى وقف ماشى وصعده هي ماشى وكل انتهين دون العبة لكن هذا الله ده نلاش عادي جا روتينيات كعادي جا أنا كوري نقف كأنه دشة إنه عنتعنا إنه ويناده إنه قانجاره إنه يسكول كصبحه إنه جامعات ودكتور إنه جورسه أنت وروتينيات قف كصوبهان تا هدف معها انت وين وروتين قفك وكوخس به انو مره لكن امضا من حد كسو بيرينيسا مع علاس بات كتهاي مسا وحبات كسو بيرينيسا ما اضع عسلين ايه مسا عندك زيادة لهذه الامة هدفك مركو وينو عضاضو هدفك وينو نقول هدفك محمد الفاتح يساقو شان يتبجره او مركا فردها ساقو قلفين ايه او مركا بران ايه سيدو فردفولك ايه هولها بران ايه ايوحو اركي عينه وقعد على القسطنطينية فكر كيسوحو اه مالين انو فرندونا بعد 8 سنوات 6 سنة كدب واتن الهي سبحانه وتعالى صابه وكقدقه انو مركا ماشا وفرته الامام البخاري قولان ولا قضية ده مالين انو مبن انو اسو صارد دونا كتاب لقومك على صحيح البخاري او كتاب خالي عن اي حديث ضعيف وحديث ذرينه صحيح عين نقضان الهي سبحانه وتعالى مركا وفجيه هدف مركا مركا وجره هداد كفة كرتوه ترى امبن وحبا كبدلي كرا بوس كابانيق اللي قيسو هيا كرا بوس كابان امضى وقام عرقتي بإذن الله سبحانه وتعالى اتاقنه فقرده بان دوري وان دبولي هدا اتاقنته إلهي سبحانه وتعالى وقاف الجنية مركو حيلي ان علمه هذا فكاقو سيئو ممالقره وانو هرت عباده وانو مال سر مركا وهكسده وان جهدي مركا التي مادت صبر فربادن وكاقا باهاي ارقى لو يحوي هاي كان الكلابات شقا لو باهاي هذا فكو كليا معها wax ahabeenka aad ku fakartid subixina isaga automatic ahaan u imanay ma wa in aad ka shaqaysid si uu marka u meel mari lahaa tanfiid baa loo baahan ka shaqayntaana muhiimadeeda leedahay ama qofka hadaanu ka shaqayn wa tu rasuulka sallallahu alayhi wasallam la yazaalu qawmun yata'akharuna hatta yu'akhirahum allah dad inay dib isugu dhigayaan kama zuula ilaahi subhanahu wa ta'ala aakhirki dib baa loo dhigayaa dhanba wa inuu marka yimaa wa inay shaqo marka meesha ay timaado shaqada marka maanta waxaad arkaysa dib u dhacan iyo لو يقول كان هيستا الأمة الإسلامية مالك استأجوا كتبه إيه وحبا أنا كسو درن في تاريخ هذه الأمة أما ديريتان كأمة وحبا أنا كسو درن وحكا لماها محايا لوحي كقابدة شقل إذا كقابدة ولذلك وحيا بها غريب كوحا كم إذا إليهين يعني دول كان ما أنتو هرمري انتاج كوذا سناعي وحيا بها يصوص عران
product uu noqon kara. marka loo barbardhigo dowal al-islaamiya waxaad arkaysaa faariq haa'il wabawn shaasic baa meesha ku muuqanaya. wax kale maaha maxaa yeele ummaddan markay shaqada ay ka seexatay baa ilaahay subxaana wa tacala iyagoo dhan markaa uu markaa meel markaa u diray. aad buu markaa u waraajiyey ninkii mufakirkaa ee yidhi alladii laa yaakul min darbati faasih laa yamlik qaraarahu min ra'si, qofkii aanan faaskiisa meesha uu ku dhufto wax kala soo dhexbixi karin, meesha hunguri aan u noqonin cuntada adiga gacantaada aad ku samaysatid qaraarkaaga ma hanan kartid wey, bimacna waa lagu taliya wey inuu muhiimadeeda leedahay. waliarka rasulka sal alay wasalam wuxuu usoo galay maalimaama ka mid abu umama oo meel fadhiyo aad aad u murugaysan, markaasu yihi ma ladii ajlasak, maxaa meesha ku fariisiyey, markaasu yihi ya rasuul allah duyuun humuum, aad baad u murugaysanahay, duyuun fara badan baa isugu kay tagtay. markaasu rasuulka sal allahu alayh wasalam waxaa tidhahdaa allahuma inii acuudu bika min alhami walxazani waacuudu bika min alcajzi waalkasal, ilaah waxaan kaa magangelayaa murug iyo tiiraanyo, waxaana kaa magangelaya caajis iyo lugajiid baan kaa magangelaya. diinteena marka waa ay diidantaha qofka inuu noqdo qof bimacnaa laaging ah oo lugaha dhulka ku jiida, laakin waa inuu noqdo qof marka hore u socdo. idan masalat alcamal waa daruuri. ilahay subxana wa tacala isaga yihi wahuwa aladii jacala lakum alarda dhaluulan famshuu fii manaakibha wakuluu min risqi wa ilayhi nushuur, dhulka waa ladiin layleeyey ee socda oo wax ka soo saarta cuna, wakuluu min risqi wa ilayhi nushuur, taanayaan la halmaamin ilahay subxana wa tacala u laaban doontaan. marka uma malaynayo haddii masalat alcamal waa laga sheekeynaya la yihi iyada mawduuc mustaqil ah, laakiin waxaa arrinkan na gaarsiiyey in aan tilmaano qodob baa inooga xirmaa qodobka camalka ah. uma malaynaya nin mafrashka fadhiya leyla wa nahaar oo aanan u kaceelin maalintu meeshan soo gala waddankan ilaa yowmi diini haddaanu ilahay subxana wa tacala kasoo gaarin, inta qayl u fadhiya un keliya waxba aanan qabanaya meesha fadhi ku dir u fadhiya, uma malayna ummaddan wax qaban doona ama taxqiiq u keeni doona. uma malaynayo ummad iyaga isku mashquulsan oo maantana isku howlan midoo midka kale uu fogeynaya inay markaa wax qaban doonaan ummadda. hunaa marka masalata alcamal marka la helo ah alqanaa athaaniya li alwusul ila alhadaf, si loo helo taqyiirkan uu ku iman karo waa in markaa biidni illahi subxana wa tacala la oofiyo. shaqadu muhiimadeeda leedahay qofki inuu yidhahdo ilahi subxana wa tacala aan tala saarana daruuri wey inuu ilahay tala saarto oo mutawakil uu noqdo, laakiin mutawakil aan noqon. ibraahim ibn adhan nin baa u yimid, ninkaa wuxuu ahaa nin taajira oo beec mushtara, kadib shaqadii buu nacay, wuxuu isyihi cibaadada keliya haddaad ugoodid ka waran, si marka qofkana waad aragtay yacni waafaqa hawan fii nafsihi, waa tan uu leeyahay ninka shaacirka ah, qofka marka wuxuu jecelyahay hadduu arko wax uun ku booriyay lafta yar markuu arko khalaas wey diin buu ka dhigtaa. kadib wuxuu arkay shimbir yar oo indho aan lahayn oo jaban oo meel markaa yaal, oo shimbir kale intuu cunto afka ugu soo qaado marka u keeno, markaas wuxuu leeyahay wuxuu iska dhaadhiciyey haddiiba ilahay subxaana wa tacala shimbirahan iyo waxaan duula iyo waxa ilahay subxaana wa tacala abuura hadduuba saa isugu arsuqayo isagoo meel jooga haddiiba cunto loo keeniyo adiga oo markaa hebel ah oo ilahay subxana wa tacala cibaadadiisa u go'ay muhiim bayba kuu tahaba biidni illah waxbaad ku gaaraysaa buu siiyey. kadib ibraahim ibn adham bu arrinta u sheegay. ibraahim ibn adham axadu taabiciin alkibaar hadalada uu yihi waxaa ka mid a wuxuu yihi alyadu alculya khayrun min alyadi asufla, si kastoo arrinka u ahaadaba gacanta sarraysa iyadaa mar walba ka khayr badan midda markaa hoosaysa. intaad adiga hoos u dhigan lahayd ama gacanta horesan lahayd oo qof aad dhihi lahayd wax isii, in gacantaadu ay saraysa fadli badan, shaqaa loo baahan yahay. arrinka kale ee loo baahan yahay masalata taqyiir channelka saddexaad oo ku iman kara waxa ay tahay ama ay ku iman karta masalata taqyiir alwaxda, maadaama aan laba qodob oo ka mid a qodobadii aanu kaga soo helnay taqyiirka aan nihi jamaaci 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 collectively buu ilahay subxana wa tacala maa xisaaba marka aan nihi waxdaa loo baahayo. ummad isku duuban ayaa wax bedeli karta, laakiin hebelna haddii uu mashruuc gaara u wato, hebelna mashruuc gaara u wato, hebelna group uu kasoo jeedo, hebelna xisbi kale uu kasoo jeedo, kana kan uu duqayna haddaan nin walbaba meeshiisa u socdo qumanihiisa qoorta ugu jiro oo kullan uu yihi maaragtay alzamnaa daa'irahu fii cunuqihi aan nahay, ninba ninka kale aanu la socon ummadda ma bedeli karno. waxda oo aan la helin musaalaxa lama heli karo, labada oo aan la helin ummadda isma bedeli karto. haddaan rabno xaaladda aan ku sugannahay maanta inaan ka baxno, waxda ila helo asaasaadkii ka mid tahay. ma akhara almuxaadaraati, maxaa ka badan muxaadaraadka culimmadu ay inta ay soo jeedeen alwaxda alukhuwa alwaxda alukhuwa, maxaa waa asaas hada diin wey. taa marka la helay bedelku iman karaa, laakiin alaa isbedelay salaadii baan toosiyey hebel baa isbedelay tayib, weli haddii ay jiraan afraad muqasiruun ay weli nagu jiraan, weli arrinku marka wuxuu noqonaya midaan fari ka qodnayn, marka meeshiisu marka taagaya. walidaalika ilahay subxana wa tacala wuu noo muujiyey salawaadkii baa jamaaci laga dhigay,
حجك بقى جماعي لقد جاي امر بامر كم ينسين جماعي ولا قد صلاه ما كانت جلس اياك نعبد واياك نستعين كلي افهين اسكو ما يهد اياك نعبد ومضا الى تكنيسو دن ايان اديك كلي اله كعبدينا واياك نستعين كون جيسيغا تاغن او دن يا الله دمانتن اديك كلمه ويديسننا ما الى اديك كلي كعبديا ما الى كلي جاي اديك كعبدي مع ايدو ما أنا كليجي وأنا وحكوي ديسني أيضا ما أيضا ما حي إنك دموع مركب مسلمين تدم بيسكوا الله وترى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في توادهم وتراحمهم أمد مركب كارشيد سجود دوبيه كمثل الجسد الواحد أمد مركب إيشي أي تاع جسد واحد أي تاع أي جاري كرتا أنا ككلا اللب هني هاي المهم كويح وياي وكان الكافرات ماشوا وإن يديل أي جرتو وإنه مركب ودل قفك أنا قوسن بدنا واحد على كل ما مشكلة ايتمار وقفك ينور خلاص هذه اخرتها وحكى رأي مانا يا مركب ملا قفك مسلم وقف ادي ادو بشارة استا وحنو قاتا كل ما امضى رأي امو قطعيني وجه قدوك